ومن المواقف أيضا رؤيا قصها الحبيب عليه الصلاة والسلام ورؤيا الأنبياء حق، وهو يشيد بعمر، يقول رضي الله، يقول عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، القميص الذي يلبسه الإنسان، عليهم قمص منها ما يبلغ الثديين، بعض القمص قصيرة وضيقة، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر عليه قميص يجره. الله، انظر التعبير. قال عليه الصلاة والسلام: قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين أي أنه بلغ أن تسربل بالدين حتى كان يجره من ما كان في قلبه من تعظيم لله رب العالمين.